اهلا وسهلا بيكم. بكلم حضراتكم عن اختناق العصب. احيانا بنسمع الحاجه المشهوره جدا اختناق العصب بالرسغ، او يقولوا ده ايدها بتنمل ومحتاجه تسلك العصب. انا قلت ايدها عشان هو كتير بيجي في الستات. ايه اختناق العصب؟ لو هبدا الموضوع من اوله هقول ان في حاجه عندنا اسمها اعتلال الاعصاب الطرفيه، وليه اسباب كتيره، منها اسباب طبيه يعني يمكن علاجها بالادويه، ومنها اسباب جراحيه. من الأسباب إن هو يحصل اختناق للأعصاب. اختناق الأعصاب ده موضوع واسع وكبير، ومش بس هو العصب اللي بيبقى في الإيد في الرسغ، في المنطقة بتاعة الرسغ بيتخنق في نفق كده وهو داخل كف الإيد. لا، ده ممكن العصب يتخنق في أماكن كتيرة جدا. ممكن يتخنق في الكوع عند المرفق، ممكن يتخنق في الفقرات بتاعة الرقبة، ممكن يتخنق في الفقرات بتاعة الظهر، ومن أسبابها الغضروف. ده نوع من اختناق العصب. العصب لما بيحصل له اختناق يعني في حاجة بتضغط عليه بتأثر على التغذية بتاعته. تغذية العصب بتيجي من الخلية بتاعته اللي هي بيكون مكانها في النخاع الشوكي، وبيمشي التغذية بتاعته عن طريقها علشان تغذي هذا العصب. في شرايين بتغذي العصب كذلك، بتحمله الأكسجين وتحمله الغذاء بتاعه. فلو كان مخنوق بيحصل مشكلة في التغذية بتاعته. اختناق العصب بيحصل خلل في الوظائف بتاعة العصب. الخلل ده وظيفة العصب ايه؟ وظيفة حركية ووظيفة حسية. يعني ممكن يحس بمشكلة في الإحساس، يعني مش حاسس، أو في ألم، والألم ده إحساس لكنه إحساس مزعج، أو تنميل، أو مشكلة في الحركة، يعني القوة بتاعة الإيد تبقى ضعيفة، أو القوة بتاعة المنطقة اللي رايح يغذيها العصب ده. يعني عصب مثلا بتاع الرجل مخنوق في الظهر، مخنوق في الفقرات القطنية، فهيحصل ضعف في الرجل، نسميه ده نوع من اختناق العصب. قد يكون اختناق العصب ده بسبب غضروف مثلا في الظهر، وقد يكون بأسباب أخرى كتيرة جدا. بيكون العلاج حاجتين، إن احنا عايزين نغذي العصب المخنوق اللي مش عارف يتغذى، مش عارف ياخد راحته، فبنديله فيتامينز، بنحسن التغذية بتاعته. قد تزول الأعراض مع ذلك، وقد نحتاج إن احنا نشيل الحاجة اللي ضغط عليه علشان يرجع يبقى طبيعي وتزول الأعراض أو العلامات اللي حصل عليها، يعني التنميل، الألم، الضعف بسبب هذا الاختناق. فالعلاج بيبقى الاثنين. كتير لما بنلاقي اعتلال الأعصاب الطرفية بنشخصه بأن احنا لما بنسمع من المريض مثلا عنده تنميل في أماكن معينة من جسمه، ممكن يكون معها علامات في الفحص مثلا تبين أن الأعصاب بتاعته معتلة، معلولة، فيها مشكلة، فنبدأ العلاج على طول بالفيتامينز، واحنا لسه ما شخصناش سبب هذه العله. لما نعمل رسم العصب، او لما نعمل الرنين، او لما نعمل اشعه عاديه تبين مثلا مشكله في الضلوع بتاعه الرقبه او في مخرج الصدر، ممكن ده يسبب اختناقات للعصب. بنوجه علاجنا ناحيه هذا الاختناق اذا اخترنا ان احنا نعالجه جراحيا، بان احنا نشيل سبب الاختناق. ارجو اكون وضحت لحضرتكم معلومه، وشكرا ليكم.